يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غداً السبت انخفاضاً في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل البرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.